سبحان الله، ما من كاهن بكري إلا وندينه مما نطق به، نحكمه بما كتبه واعترف به. كل واحد منهم عدنا عليه لازمات تخنقه ونقول له من كلامك، من نفس كلامك، لأنه ما ينتبهون. سبحان الله، يكتب كلام ويقول كلاما وما يدري أنه يريد أن يرقع شيئا، فإذا به يفتق شيئا آخر. ما تترقع. قال: لقد اضطربت الروايات في بيان موقف علي بن أبي طالب من خلافة أبي بكر الصديق، ولعبت الدسائس دورها، ونسجت الافتراءات والأكاذيب حولها بقصد زعزعة الثقة بالإسلام بصورة عامة، وبالصحابة بصورة خاصة، وإظهارهم بمظهر الجشع والتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الشريعة. ونحن ننقل فيما يلي أصح الروايات عن موقف علي النبيل إلى آخر كلامه. يعني أراد أن ينزه من يسميهم الصحابة من تهمة الجشع والتهالك على المناصب والأموال، لأنهم رفضوا بيعة أبي بكر أو ترددوا فيها. يقول: هذه كلها أكاذيب، ما تردد أحد في مبايعة أبي بكر، علي والهاشميون جميعهم بايعوه منذ اليوم الأول، الأنصار كذلك، الله أنقذهم وبايعوه منذ اليوم الأول، ما تردد أحد. وهذه هي الأحاديث الصحيحة التي آتي بها تبين لكم هذه الحقيقة. طيب يا ابن الحلال، مع أنني أشك في ذلك، ما هو الحديث الصحيح الأول الذي جئت به؟ يقول: عمرو بن حريث سأل سعيد بن زيد فخالف عليه أحد، على أبي بكر أحد خالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: لا، إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله أنقذهم من الأنصار. أراد أن ينزههم من تهمة الجشع والتهالك على المناصب والأموال، فإذا به يثبت أن بعضهم قد ارتد أو كاد أن يرتد. أيهما أعظم؟ تقول لي شلون؟ أنت صححت هذه الرواية، مفهومها أن الذي امتنع عن مبايعة أبي بكر مرتد. ثبت بالدليل الصحيح أن سعد بن عبادة الأنصاري امتنع عن مبايعة أبي بكر إلى آخر يوم من حياته، ومات في الشام، ومات غيلة، اغتيال سياسي، قتلوه ورموا بالتبع، قيدوا القضية، الجناية قيدوها بمن؟ بالجن. قالوا: سمعنا الجن يقولون قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فأصبناه بسهمين فلم نخط فؤاده. خلاص، هم الجن قتلوه. هذول الجن مال عمر. عمر كان عنده فرقة اغتيالات، ترى بالمناسبة كان عنده فرق الموت مثل ما يسمونهم، المعارضين كان يصفيهم شوية شوية. أبو بكر كان عنده جيوش الموت، هاي الجيوش اللي سموها محاربة المرتدين، هاي فيها حق وباطل،
كذب، مو كلهم مرتدين، فيهم مسلمون يشهدون الشهادتين، يصلون، يزكون، غاية ما هنالك يقول احنا زكاتنا ما ندفعها لأبي بكر، خلافنا أن أبا بكر ليس خليفة شرعية، احنا ناس رافضة. التواريخ ذكرت قولهم أنه لو قام بالأمر أحد من أهل بيت رسول الله لدفعنا له الزكاة، وأما أبو بكر بن أبي قحافة فلا. احنا هذا ما نعرفه، هذا منه؟ وناس مسلمون قتلهم أبو بكر، اجتثاث، تطهير مو عرقي، تطهير طائفي، طائفي بمعنى الكلمة، يعني الطائفة من المسلمين التي رفضت الحكم اعتبروها طائفة مرتدة. أحدهم أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، سعد بن عبادة سيد الأنصار، كان زعيم الأنصار، زعيم الخزرج، هذا ثبت بالدليل الصحيح أنه لم يبايع أبا بكر، أصلا خرج من المدينة مهاجرا إلى الشام لأنه اعتراضا على سلطة أبي بكر، اعتراضا على شرعيته، أنه ليس شرعي، ليست له شرعية. أنت بتصحيحك هذه الرواية أثبتت أن سعد بن عبادة الأنصاري مرتد، وأثبتت أن الذين كانوا من الأنصار ترددوا في بيعة أبي بكر كادوا أن يرتدوا. بعد هذا أنت غير منتبه لكلامك، بعد هذا لا يحق لك أن تنكر على شيعة علي وأهل البيت عليهم السلام، لما يقولون، انتبهوا جيدا لهذه المسألة، لما الشيعة يقولون إن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من بعده قد ارتدوا إلا قلة منهم، يلطم البكريون، يلطمون مناحات وصحابته، إلا الصحابة وإلا الصحابة، انظروا للشيعة التكفيريين كيف يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، شوفوا شلون يكفروهم مع أنهم جاهدوا بين يدي النبي، على الأقل كانوا يشهدون الشهادتين، يصلون، يزكون، يحجون إلى آخره. مشكلة واحدة كانت عندهم أنهم رفضوا إمامة علي، يقولون هذه على هذه تكفرونهم، على مجرد أنهم رفضوا إمامة علي بن أبي طالب ولم يبايعوه، هذه تستاهل التكفير وتقولون عنهم إنهم قد ارتدوا، تحدثون عن أئمتكم، ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 3 4 5 6 7 هالمقدار، يستاهل مجرد قضية الإمامة تكفرون عليها المسلمين؟ إيه نعم، أنتم تكفرون المسلمين، بل كفرتم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله بلسان سعيد بن زيد بتصحيحكم هذا الحديث، إن أخذتم بهذا الحديث أنتم على منهاج الإسطنبولي، محب الدين الخطيب، ما أدري ابن العربي وأمثالهم، إذا كنتم من أتباع هذا المسلك أنتم قلتم نفس المقالة، بل أشنع إن كانت شنيعة، أنتم اعتبرتم كل من رفض مبايعة أبي بكر مرتد، مع أنكم لا تقولون في عامة مذهبكم أن منصب أبي بكر منصب إلهي، ليست إمامة ربانية إلهية، بل إمامة من الناس سياسية، الناس اختاروا خلوه خليفة، هذا الذي أنتم تقولون، ومع ذلك تكفرون عليها وتحكمون بارتداد الناس الذين رفضوا بيعة أبي بكر مع كونهم مسلمين قطعا، وتنكرون على الشيعة أنهم يقولون من يرفض الإمامة الإلهية الربانية المنصوص عليها من الله ورسوله
إمامة علي بن أبي طالب ولأئمة الاثني عشر عليهم السلام مرتد، هذه كلمة الشيعة، مع أن فيها تفصيلا فقهيا بيناه كرارا أكثر من مرة أن هذا الارتداد الذي نلتزم به ارتداد أخروي، بمعنى أنك ترتد فتحشر مع الكفار في الآخرة، لا تدخل الجنة، أما في دار الدنيا فتعامل معاملة المنافقين، حتى ما أريد أقول مسلمين، معاملة المنافقين، المنافق يعامل معاملة المسلم في الشرع الإسلامي، منافق نعلم أنه منافق، يعني في قلبه كفر لكن في ظاهره التزام بشعائر الإسلام، نعامله معاملة المسلم مع علمنا بكفره.